اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا عن السباحه والرياضه والاعمار والسن والنظام الغذاء والاكل وكل الكلام ده. ما يجي لك اللاعب ثلاث حاجات: تمرين، نوم كويس، غذاء كويس. احنا اتكلمنا عن النوم، بتناموا الساعه 9 وانتوا نايمين معايا دلوقتي، بس ما فيش مشكله. واتمرنا عن التمرين والنوم، لسه الغذاء. وجبتك الاكل بتاكل ازاي؟ طيب، هو الاكل ممكن نقول انا بحس ان هو بيبقى نظام صحي اكتر، ممكن حتى يكون شامل كل الناس، مش لازم الرياضي بس، اللي هي الحاجات الاساسيه ان احنا مثلا نقلل الزيوت والحاجات الدهون المضره. زي ايه؟ زي الحاجات المقليه مثلا. يعني ممكن في طبعا فاتس مفيده، ممكن زي زيت الزيتون او الحاجات دي، اكيد دي فيها نسب كويسه. الكاربس اكيد مهمه للرياضي لان هو بيعمل مجهود فبيحتاج طاقه فبيحرق بالظبط. وطبعا الخضار والفاكهه، الفيتامينز، واخيرا بقى طبعا اهم حاجه الميه. ميه اكيد طبعا. الميه مهمه فعلا في كل حاجه، يعني حتى لو في دكتورز لاي للبشره، للدايت، لاي حاجه، كله طبعا بيتكلم عن الميه حاجه اساسيه. انت بتاكلي كم وجبه في اليوم يا مد؟ اربعه. ممكن ما تغششهاش لو سمحت. لا، هي بتاخد. انا بصراحه ممكن يبقى عندي اتنين اساسيين، الفطار والغدا، وممكن من اتنين لتلاتة بقى متفرعه كده، حاجات بسيطه يعني، فاكهه بقى. طب هسالك سناكس. سؤال مباشر. يعني انا احب دايما ايه الاسئله المباشره. ليكي في المسبكات بقى لا بقى خالص، والكوارع والحاجات دي والناس اللي بتحبها والاكلات المصريه الدسمه دي؟ لا، بحب الاكلات المصريه بس يعني بعملها بطريقه مش دسمه. مش دسمه. انت بتطبخي يا مال؟ برافو. وعندك وقت ده؟ لا يعني طبعا مش قوي، بس يعني بحاول على قد ما اقدر. وماما ماما اللي بتعلمك؟ هي مامتي بس متوفيه من فتره كده، فاضطريت طبعا برضو ان انا اعمل حاجه زي ديت، يعني اكون معتمده عليها. انا اسف يعني، انا ما اعرفش بس. لا اكيد عادي يعني. طبعا. طيب يعني بدات انت، طب انت بتروحي الشغل، بتقومي الصبح بدري، تخلصي فطارك، بتروحي شغلك، يعني انت اليوم العادي بيبقى ان انا بروح التمرين الصبح، بخلص بيكون معايا حاجتي بتاعت مثلا الفتنس بعد الشغل، والاكل بتاعي الفطار والغدا، بروح الشغل، اخلص الشغل ارجع على التمرين او ارجع على البيت، اعمل بقى حاجاتي اللي هي تجهيزات تاني يوم، او حاجه البيت بقى العاديه، او شغل تاني بره، او مشاوير، يعني بيبقى على حسب اليوم، بس الاساسي بيبقى تمرين وشغل وتمرين تاني بعد الشغل. ربنا يوفقك يا مي، بجد حاجه جميله.